إذا رانا متواجدين بالمركب الجواري الشهيد غريب، نعم غريب دحمان بن تواتي بحي القدس ولاية مسعد المنتدباء، تحضيرات راها على قدم وساق للتحضير للمهرجان الثقافي الوطني لعكاظية الشعر الشعبي. الشعر الشعبي معنا السيد الشاعر المسعدي الجزائري طاهر بالخيري عضو المهرجان الوطني. سيد طاهر، بداية ممكن تحكي لنا شوية على المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا شيخ بلال، بارك الله فيك، شكرا لكل القائمين على هذه المبادرة. الملتقى الوطني لعكاظية الشعر الشعبي بالجلفة هو ملتقى تحت رعاية السيدة الوزيرة، يتكون ملتقى من 4 أيام في الجلفة، يوم في مدينة مسعد ويوم في مدينة البيرين ويومين في مدينة الجلفة. في مدينة مسعد ربما هذه ملتقى هذه التظاهرة الثقافية الأولى في هذه المنطقة، هذه أول تظاهرة ثقافية في مدينة مسعد. رانا إن شاء الله احنا عندنا أمسية الثلاثاء، عندنا البرنامج اللي عندنا احنايا في يوم الثلاثاء، انطلق الوفد من مدينة الجلفة على الساعة 2 زوالا، الساعة 4 عندنا استعراض الخيالة والفانتازيا لفرقة البارود والفانتازيا لمدينة مسعد، عندنا كذلك مسابقة للطيور، مسابقة للطيور الجارحة، الصقور والطيور الجارحة. عندنا كذلك بالك راح نديروا معرض للسلاق، الكلاب الصيد السلوبي، وفي المساء بعد الساعة 7:30 عندنا أمسية شعرية ننشطها كلها من فطاحلة الشعر الملحون عبر الوطن. جينا هنا المسعدة تقريبا 20 شاعر من خارج ولاية الجلفة، بالإضافة إلى شعراء الجلفة حوالي 7 أو 8 شعراء من دوائر ولاية الجلفة، بالإضافة إلى 10 أو 12 شاعر من مدينة مسعد وصدر حارج. من معنى كم ولاية تحضر هنا في الحضور الولائي؟ كم ولاية هنا تحضر المهرجان؟ المهرجان بصفة عامة تحضر 58 ولاية. ولاية قاع مدعوة في المهرجان هنا؟ قاع مدعوة في المهرجان، منها من مدينة مسعد يجونا الأقل حوالي 25 إلى 30 ولاية إن شاء الله. ولاية إن شاء الله. بالنسبة للأيام، اليوم الافتتاحي، اليوم راه في الجلفة، اليوم الافتتاحي اليوم 7، قدوة اليوم الثاني في ولاية مسعد المنتدبة، واليوم الثالث في البيرين، والاختتام يكون في الجلفة. الاختتام يكون في الجلفة. إذن هناك هناك قطبين في ولاية الجلفة، مسعد والبيرين. لأول مرة هذا في مسعد أول مرة المهرجان الوطني الثقافي لعكاظية الشعر الشعبي. ممكن من خلال اسمه العمل نتاعكم راكم على قدركم تحضروا وضلكم مدة، كيفاش التحضيرات هنا في المركب؟ واش راح نديروا هنا في المركب؟ في الحقيقة احنا في بالنسبة للبرنامج تاعنا كنا رايحين نقيموا الملتقى داخل القاعة، داخل القاعة ونجيبوا الشعراء ويتفرجوا ويتفرجوا. احنا قلنا مسعد هي أكبر من أن تقيم ملتقى، مسعد هي رمز أولاد مايل ورمز الأصالة ورمز الشعر، هي أكبر من أن الملتقى تاعها يتقام داخل القاعة. صح. ارتأينا أننا نصبوا خيمة، الخيمة النايلية داخل المركب، ونديروا المنصة داخل المركب، ونديروا قاعدة نايلية في الخيمة إن شاء الله. وعلى حسب الشعب البلدية أنه هناك خيمات أخرى لعرض منتوج الرمان. نعم. وعرض الصناعة التقليدية هنا في بالمناسبة واستقلال هذا نستقل فرصة تواجد الكثير من وسائل الإعلام اللي رايحة ترافق الشعراء والأمسية هذه، ارتأينا أن نقيم معرض لفاكهة الرمان، لأن مدينة مسعد معروفة بفاكهة الرمان، وكذلك معرض للصناعة التقليدية القشبية اللي هي مع رايحين نصبوا زوج خيم مع الخيمة النيلية، نصبوا خيمتين، خيمة لعرض الرمان وخيمة لمعرض القشبية والبرنوس. وش راح وينها من رسالتك للمواطن المسعدي في ولايه مسعد المنتدب؟ الرساله اللي نبلغها للجمهور انهم يعاونون، احنا تعبنا وجبنا لكم المهرجان وجبنا لكم النهار، وكانت كثر خير الرجال اللي وقفت معانا. الحاجه اللي نطلبوها من الجمهور المسعدي حاجه واحده، انه يوقف معانا ويحضر بقوه. حضور الجمهور هو نجاح الملتقى. صح. دعوه عامه لكل الجمهور.
صح. اذا انتم مدعوون عشاق الشعر الشعبي، انتم مدعوون بالمركب الرياضي الجواري الشهيد غريب دحمام بن تواتي بحي القدس غدا الثلاثاء 8 اكتوبر 2024 انطلاقا من الساعه 4 مساء، وين كاين عرض فروسية والفانتازيا، والمساء على 7:30 هناك الأمسية الشعرية لفطاحلة الشعر الشعبي. أنتم مدعوون للحضور ودعم هذا المهرجان الوطني وإنجاحه، نجاحه إنما يدل على مشاركة كل المواطنين، كل المواطنين هم اللي ان شاء الله ينجحوا، على مدينه مسعد كل غيور على مدينه مسعد يجي يحضر للمهرجان ان شاء الله. كما راكم تشوفوا راه التحضيرات راه على قدم وساق، ما رانا نشوفوا هنايا البيت ستبنى بالمركب الرياضي هنا، والخيمات لعرض الصناعه التقليديه والمنتوج الرمان هنا، مكان مليح هنايا كما راكم تشوفوا التحضيرات على قدم وساق. ما راه نشوفوا هنا راه التحضيرات على قدم وساق بالنسبه للمركب الجواري هنايا الشهيد غريب دحمام بن التواتي لاعطاء حله جميله لهذا المهرجان.